الاخرين. تمنيات متمنياتنا لمؤسسه المغرب العربي بحصولها على شارة اللواء الاخضر ان شاء الله. شكرا لصديقي وزميلي الاستاذ عديد، مره اخرى اهنئ مؤسسه المغرب العربي على تويجها وحصولها على الشهاده البرونزيه فيما يخص كذلك البيئه. هذه المؤسسه التي عملت على محور واحد وهو الماء، اتمنى لها مره اخرى التتويج باللواء الاخضر ان شاء الله، والعمل على ثلاث محاور تامه لتكون التي يكون الفوز كذلك من نصيبها. هنيئا لمؤسسة المغرب العربي مرة أخرى، وهنيئا كذلك لمؤسسة